فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه: من آوى محدثا فعليه لعنة الله. سؤاله يقول: عائلة محتاجة إلى خادمة، عائلة محتاجة إلى خادمة، فقامت بإيواء خادمة هاربة من كفيلها لتقوم بخدمتهم براتب محدد، هل يدخل هذا الفعل تحت هذا النص من آوى محدثا؟ لا، المحدث المرتد أو الذي عليه حد من الحدود، يقام عليه حد ودفع الناس عنه وإقامة الحد عليه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، أي عليه حد من حدود الله أو مرتد فيمنع إقامة الحد عليه. نعم. وأما قضية الهاربة هذه مسألة نظامية يرجع فيها إلى النظام، نظام الاستقدام. نعم.